تعديل الدستور، اشتراط كردي وقبول شيعي ورفض سني. تتباين مواقف القوى السياسية من تعديل الدستور وسط صمت لقوى الإطار وقبول من التيار. القوى الكردية لم تبدي معارضة على التعديلات، لكنها اشترطت عدم المساس بالتوازن وحفظ حقوق إقليم كردستان. أما القوى السنية فوضعت خيارات تحجيم السلاح المنفلت قبل الشروع بأي تعديل دستوري. التيار الصدري هو الآخر، لا يرى بالتعديل ضرورة ما لم يكن هناك احترام للقانون ولهيبة الدولة. الحاجة لتعديل الدستور تأتي لحل الأزمة السياسية، وخاصة فيما يتعلق بالمحكمة الاتحادية وانتخاب رئيس الجمهورية. هناك أكثر من 17 مادة دستورية تحتاج إلى توافق وتفاهم قبيل الشروع بعملية تعديلها. يشكل الكرد على الدستور لوجود 55 مادة معطلة لم يتم العمل بها. تريد القوى السياسية تحديد ملامح الكتلة الأكبر في التعديل الجديد لتجنب المطبات السياسية.